اهلا بكم متابعي اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا. وعن حالة الطقس النهاردة، يبدو ان الشتاء ترفض توديع محافظة المنيا، فمحافظة المنيا اليوم ومنذ الصباح طقس سيء، رياح شديدة وموجة من البرد الشديد داخل محافظة المنيا، رغم أن السماء صافية والرياح غير محملة بالأتربة. طبعا تظهر شدة الرياح في المناطق المفتوحة وعلى الطرق الصحراوية والطرق الزراعية السريعة، لكن الطقس هنا في محافظة المنيا برد شديد ورياح أيضا شديدة، لكنها مش محملة بالأتربة زي اليومين اللي مضوا. كانت الرياح في محافظة المنيا كانت مليئة بالأتربة والرمال، لكن اليوم و يعني موجة من البرد الشديد والرياح شديدة، ونلاحظ ده في المناطق المفتوحة، واحنا بنتجول معاكم بالكاميرا في شوارع محافظة المنيا والمدينة عشان نشوف حالة الطقس، رغم ان السماء صافية والشمس ساطعة منذ الصباح، لكن موجة البرد موجودة منذ الليل الساعات الاولى من النهار ومنذ امس، لدرجة ان يعني كان هناك الموجة عندما كانت الجو بدأ في ان تشتد السخونة فيه، بدأ الكثير ان هو يؤكد ان فصل الشتاء انتهى، لكن فصل الشتاء في محافظة المنيا لم ينتهي بعد. وانتم يمكن ملاحظين في الصورة تطاير الاوراق واهتزاز الاشجار في بسبب الرياح، واحنا طالعين معاكم بالصورة نتفقد الاجواء وبنحاول نوصل لكم شدة الرياح. يمكن بيظهر معانا في الكاميرا تحرك الاوراق والاكياس المتناثرة في الشارع بسبب الرياح. احنا طالعين معاكم اهو في مكان مفتوح عشان تشوفوا شدة الرياح الموجودة في محافظة المنيا. طبعا في تحذيرات ان فصل الشتاء لم ينتهي بعد، وان المواطنين المفترض ان هو لسه فصل الشتاء مستمر معانا، وان كان قد انتهى لكن هو لسه مستمر معانا بالاجواء اللي احنا شايفينها. فهناك تحذيرات من تخفيف الملابس في تلك الايام منعا لاصابة المواطنين، خاصة الاطفال، منعا لاصابتهم بامراض الشتاء. وزي ما انتم شايفين في الصورة انا بحاول اوصل لكم شكل الرياح الموجودة عشان تكونوا معانا في الصورة. طبعا الصورة خير شاهد على الكلام، وزي ما انتم شايفين تحرك الشجر والنخيل
زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كلما كان المكان مفتوح كلما ظهرت شدة الرياح اكثر. طبعا كمان في تحذيرات من الاماكن المفتوحه اللي فيها تندات اللي هي ممكن تتساقط بسبب شده الرياح الموجوده. واحنا معاكم اهو بنتحرك في احد شوارع المدينة عشان تشوفوا معانا الرياح الموجودة في محافظة المنيا. واحنا سايبين معاكم الصورة هي اللي بتتكلم عن الطقس في محافظة المنيا. طبعا المحافظة بتتعرض من اليومين الماضيين لموجة من الرياح مثل كل محافظات مصر، لكن الحمد لله الرياح هنا يعني غير محملة بالأتربة تماما. هي شديدة لكن مفيش أتربة، والسماء هنا صافية تماما والشمس ساطعة منذ الصباح الباكر. وكان معكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع في محافظة المنيا.